يا سلام عليك. يلا عبد المجيد، ها انا اقول بعيد عن الغزل وبعيد يعني، والله اني احب الغزل صراحه أسلم. لكن بقول الليل اقول اهل القفا وكاله الحوم الرجال كن الردى كيف يقن دروسها لا حل اهل القفا وكاله الحوم الرجال كن الردى كيف يقن دروسها اليا ذكر فعل جزل جاهم هبال من الحسد قامت تطق ضروسها افلان فيه افلان حط افلان شال هذه مناهجهم وذي دروسها ولا حل ذكرك عند مثين الخصال شروه من عندي ولا حل ذكرك عند مثين الخصال تلقى الكلام الذرب في قاموسها وما ادري وش قلت بعدها من ابيات لكن اخرها اقول ويلا عسى ميزانك سلام الله يصح لسانك طيب شغلوا